مركز هداية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. معاً سنتعلم قواعد العربية بسهولة. Together we will learn Arabic grammar easily. بالتمثيل. By acting. تابعونا. Follow us. مقدرة محذوفة مقدرة محذوفة مقدرة محذوفة مقدرة محذوفة. الفتحة مقدرة، الألف محذوفة. الضمة مقدرة، الألف محذوفة. مقدرة محذوفة. الفتحة مقدرة هي موجودة، لا نراها لا نكتبها. الضمة مقدرة هي موجودة، لا نراها لا نكتبها. دعا فعل ماضي، أين الفتحة على آخره؟ الفتحة مقدرة، الألف محذوفة، الألف محذوفة. يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به شيء. صلى. رمى. دعا. سعى. صلى، رمى، دعا، سعى. فعل ماضي مبني على الفتح، أين الفتحة؟ الفتحة مقدرة على الألف. يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث. صلت. رمت. دعت. سعت. صلت، رمت، دعت، سعت، أين الفتحة؟ وأين الألف؟ الفتحة مقدرة على الألف المحذوفة. يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. صلوا. رموا. دعوا. سعوا. صلوا، سعوا، رموا، دعوا.
أين الضمة وأين الألف؟ الضمة مقدرة على الألف المحذوفة. قاعدة: الفعل الماضي آخره ألف فعل معتل. الفعل الماضي المعتل يبنى على الفتحة المقدرة على الألف. الفعل الماضي المعتل إذا اتصلت به تاء التأنيث يبنى على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة. الفعل الماضي المعتل إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة. جنوا: مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة، مبني على الضمة، مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة.